على مشارف سد بني هارون، لكنهم يشتكون التمويلات المتذبذبة من المياه الصالحة للشرب، بل ودفعتهم وضعيتهم للمنابع لعلها تقلل من متطلباتهم. هو الحال بالبلدية الشمالية من ولاية ميلا. رانا نعانيو من الماء من مدة كبيرة، وحنا نعانيو. رانا الحمد لله البلدية راهي عندها البير هذا من سنوات ولا شيوا، راهو خدموه لنا كذا باه نجيو نسقيو منه. رانا بينها بالحيوة تاعنا، رانا نعانيو منه منذ سنوات. الأشغال بالورشات الخاصة بمشروع تدعيم الجهة بالمياه قائمة، لكنها بوتيرة يرى فيها سكان المنطقة أنها بطيئة أمام الضرورة الملازمة لتمويل سبع بلديات من حوض بني هارون. احنا راه هاد السد هذا راهو نشف ومازال ما شربناش. حنايا هاد لي بروجي اللي راهم يجيبوا فيهم البلدية الشيقرة رانا غير نسمعوا بالهضرة برك، مازال ما شفناش الصبيق. والأشغال هنا راهي ما كاين والو، احنا رانا نسمعوا غير بالأشغال الأشغال الأشغال. الدولة حط الدراهم نشربوا المواطنين، خويا عطيني ستاسيون تاعي أنا مكان. مشاكل كاع الناس عندها مشاكل. مي انا نشوف باللي كون درت 10 ولا 15 خدام هو يكملوها ويافونسوا رابيدمون. هاك شوف هاو ثلاثه وقاعدين غير قالب قالب صاي. فالانظار تعود صوب هذا التحويل الاستراتيجي للمياه وما آلات وتيره الاشغال في ورشات الانجاز.